البنتلي كونتيننتال جي تي سياره سوبر رياضيه وباب واحد بس، زي ما قلنا بنتلي مهتمين بالفخامه. جربت السياره وركبتها، جدا مريحه في المقاعد الاماميه، لكن ابغى اختبر شيء ثاني، ابغى ارجع واشوف اذا اقدر اقعد في المراتب الخلفيه. ميزه البنتلي جي تي ان فيها زر كهربائي، بس تضغطه راح تقدم السيت اوتوماتيك. ايضا حيرجع ضغطه زر. صراحه انا مستغرب، جدا مرتاح، في مساحه في الراس مع انها سياره كوبيه. الفخامه ايضا موجوده في الخلف، الخشب اللي في الطبلون واصل الى ورا، فتحات التكييف الكلاسيكيه برضو موجوده، عندنا تكايه، السيتين الورا مفصوله. فيها ميزه البنتلي جي تي كوبيه ان الشباك الخلفي ينفتح، ميزه غريبه شوي على سيارات الكوبيه. أول جيل صدر من بنتلي جي تي كونتيننتال في عام 2003، وتغيرت في عام 2011 وهذا إصدار الجيل الثاني. طبعاً من بين 2015 و16 في تغييرات خفيفة في الشكل، مثل علامة البي اللي صارت على الرفرف، وأيضاً شب الصدام الأمامي، وفي اختلافات برضو في الجناح الخلفي اللي موجود في السيارة. حزام فهمني وجاء لين عندي، لان جاء وقت الجد وجاء وقت نختبر السياره على الحلبه ونجرب اداءها. اول شيء راح نسويه عشان نجرب السياره في الحلبه، راح نحط الجير على التعشيق اليدوي، راح نرفع الجناح اساس يعطينا تماسك اعلى، راح نغير وضعيه السسبنشن على السبورت يعطي رساوه اكثر، وراح نفك. جنبي ولا تدعس ولا تسرع، جاني غثيان، اقنعت انه ينزل ويصورني من برا. الحين باخذ راحتي واسوي اللي ابغاه. لاحظوا شوي في لاق في السياره، تاخير في التعشيق، يعني اتوقع في جيم ممكن يكون اكثر من كذا، بس تماسك صراحه في السياره، دفع رباعي شيء مو طبيعي فيها، بس تمسك الدعسه خلاص السياره تبغى تنطلق، تبغى تاخذ خطوه. الاكزوز 12 سلندر، صوت ال 12 سلندر مع التيربو جميل جدا. وارجع اقول مع انها سياره فخمه وكلاسيكيه، لكن سواقتها جدا رياضيه. نحاول نسوي شويه اكشن، نرفع الادرينالين.
سيارتنا اسمها بنتلي كونتيننتال جي تي. كلمة جي تي هو نوع من أنواع السباقات. سباقات الجي تي تقام في السعودية في حلبة الريم الدولية. وأنا قاعد أجرب السيارة الجوهر، مشغل تبريد في السيت، وأيضا مشغل ميزة حلوة في هذه السيارة، مساج. تخيل إنك في حلبة والمساج شغال في السيت، مبسوط ومرتاح وقاعد سوق سيارة 626 حصان. اغلب سيارات سبورت تلقى فيها سبورت مود او زر يحولها الى النمط الرياضي. هذه السيارة ما لقيت فيها شيء، لكن اول ما تحول الدي الى وضع التوبترونيك راح تلاحظ فيه فرق في الصوت على طول، وفي فرق في الاداء. طبعا في وضعيتين للتراكشن، ممكن تطفيه تماما وممكن تخليه في النص يمسك معك شوي. سيارتنا اليوم البنتلي كونتيننتال جي تي سبيد هي الفئة الأعلى، وسعرها 1,012,000 ريال. مدامك دافع هذا المبلغ تقدر تختار أي لون من داخل وأي لون من الخارج، وتقدر تركب تركيبة مميزة زي اللي شفناها اليوم، اللون السماوي من برا ومن داخل أحمر، معطي شكل مميز وغريب جدا. طبعا عشان تحافظ على الرفاهية وفخامة السيارة لها عدة غسيل خاصة. صعب توقف أي حد تقول لي غسل السيارة، لازم تكون صابون بنتلي وفوطة بنتلي. طبعا ايضا في حالات الطوارئ اذا فضلت البطارية ولا شيء لها شاحن خاص تقدر تشبك دايركت في السيارة وتشحن فيها السيارة، ما تقدر تشغل السيارة باي شاحن. استمتعت جدا بهذا البنتلي، ما توقعتها كذا، كنت اتوقع اداء مش رياضي لانها سياره فخمه من فئه السيارات الفخمه. اقوى منافسين البنتلي كونتيننتال جي تي المازراتي كواترو بوترو والاستون مارتن الدي بي 9، بس اتوقع هذه السياره لها رونق خاص وتختلف عن باقي السيارات. اتمنى ان تقريرنا اليوم عجبكم عن البنتلي كونتيننتال جي تي سبيد، واذا عندكم اي استفسارات او حابين تشوفون سياره معينه تواصلوا معنا عن طريق السوشيال ميديا. اعذروني شوي راح اخذ راحتي الحين في السيارة.